الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعت الطف كم أضرمت في كبدي وطيس حزن ليوم الحشر. مسعورا كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشوراء. أفدي غريبا على شاطئ الفرات قضى عطشان، يرنو عذيب الماء مقرورا. لا غرو إن كسفت شمس الضحى أسفا على من اقتبست من نوره النورا. وأعولت في السماء الأملاك مزعجة ضوضاؤها العرش، تهليلا وتكبيرا. يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا. وجسمه نسجت هوج الرياح له نعشا بقاني دم الأوداج مزرورا. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. لهفي على خفرات المصطفى هتكت خدورها بعدما عودنا تخديرا. ينظرن أرؤس قتلاهن سائرة أمامها بينها السجاد مأسورا. ودموع لتجري كأنها السيل لو سال مقيد على الناقة. ينادي ويش هالحا والجامعة بصدري عمه ويا الأغلال وضيعتي وأذلتي بين الرجاج. ونادى على زينب يا عمه بطلي النوح قلبي فجعتونا يا عمه وغابت الروح. ويصعب علي فارقت جثة المذبوح يبقى رمي على الثرى من غير تغسيل. وسمعت كلام أم الخدور وجرت دمعها
لا تلوم يا ابن عمتك محني ضلع وفراق سبط المصطفى والله فجعها جاي فسفر حرمايا وغريبة وما لهك فيه حرمة ودور على الوالي وعدو من البلوى بجالي أبكي ومن حولي أطفالي إيش حال الغريب بغايا يا 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 روالي لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أي النبي المرسل وأتباع الأنبياء أتباع المرسلين وذلك لأنهم يسلكون خط السنن. هناك سنن الله سبحانه وتعالى أي قوانين بنى الحياة بكاملها عليها كما أن تركيبة الإنسان الجسمية والنفسية والعقلية لها قوانين بني الإنسان عليها. إذا الإنسان التزم بهذه القوانين تكون النتائج متناسبة مع الالتزام بالقانون، وأما إذا عاكس القوانين النتائج تكون معاكسة أيضا لما بني عليه القانون. الحياة هكذا، الطبيعة أيضا لها قوانين، لا يمكن للإنسان أن يعاكس القوانين ثم يحصل على نتائج إيجابية، لا بد أن يحصل على نتائج سلبية إذا عاكس القوانين. أما إذا مشى مع القانون فلا بد أن يخرج النتائج الإيجابية، والذي يحصل في الطريق إنما هو مثل المطبات لا أكثر، ممهدة في الحقيقة هذه للوصول إلى النتائج. نبي الله زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل التحية وأزكى التسليم قتل، نبي الله يحيى عليه السلام قتل، لكن هذا لا يعني أن أعداءه هم الذين ظفروا وانتصروا، لا بالعكس، في نهاية المطاف خابوا وانتصر أولئك الأنبياء. ولهذا طبعا إذا نظرنا إلى المحصلة النهائية، ولهذا الباري جل وعلا قال ولقد سبقت كلمتنا، هذا هو قانون الحياة اللي الله سبحانه وتعالى
بنى الحياة عليه، الذي عبر عنه هنا جلت قدرته بالكلمة: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وعلى نحو التوكيد أيضا، وأكثر من توكيد هنا، إنهم لهم، كم توكيد عندنا هنا، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه نتيجة حتمية، نتيجة حتمية. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كوذبوا جاءهم نصرنا. في نهاية المطاف لا بد من رؤية النور، ولكن الإنسان يحتاج دائما إلى أن ينظر إلى الأفق الأبعد حتى يكتشف الحقيقة. ولهذا مولاتنا العقيلة سلام الله عليها ماذا كيف خاطبت يزيد عندما قال: ليت أشياخي ببدر شهد وجزع الخزرج من وقع الأسل؟ ماذا قالت له الزهراء زينب سلام الله عليها؟ الآن أقول ماذا قالت. مضمون هذا الكلام، نتيجة هذا الكلام، أنك لا تقرأ الحياة القراءة السطحية هذه الظاهرية، أنت تعتقد أن هذه هي نهاية الحياة. لا، الحياة ليست هكذا. في النهاية نحن المنصورون. مهلا مهلا، قل الحوراء مهلا مهلا. شوفنا الآن احنا أسارى بهالكيفية، تتصور هذه نهاية الحياة؟ لا لا لا، الله سبحانه وتعالى جعل هنا قانون، إن سرت على ضوء القانون قل ليت أشياخي، أما إذا عاكس القانون لا تقل ليت أشياخي. نحن سرنا على القانون فوالله لا تمحو ذكرنا. مهلا مهلا، لا تطش جهلا، يعني هالقراءة التي تقدمها قراءة جاهلية، لأنك لا تعرف بالقوانين والسنن. لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقد كيدك، النهاية ليست لك، واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، هذا واحد، وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. يعني هذه الصورة الظاهرية التي تغريك الآن هذه مجرد فقاعة، والبقاء لنا نحن. شوفنا الآن مكبلين أمامك، تتصور أن هذه نهاية الحياة ونهاية التاريخ. هذا هو الذي ترجمه مولانا سيد الساجدين وزين العابدين عندما أقبل إلى المدينة المنورة. جاءه إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله، طلحة معروف الذي قتل في واقعة الجمل. هذا ابنه إبراهيم يصير. إجا للإمام الحسين، إجا للإمام السجاد سلام الله عليهم، عادت القافلة أهل البيت إلى المدينة، وألقى الإمام سلام الله عليه كلمته خطبته المعهودة. إجا قال: يا ابن رسول الله، من الغالب الآن اللي انتصر؟ من الغالب؟ هذا السؤال شنو هو معناه لما قال من الغالب؟ واضح خبث، ربما الرجال هذا كان يفهم أيضا حقيقة الموضوع، بس أراد يفهم أكثر في الفلسفة لعله. ليش؟ السبب أنه خب معهود بعد أن الإمام الحسين سلام الله عليه قتل، والعباس قتل، والأكبر قتل، وغير ذلك من الأمور، وأخذ أهل البيت أسارى وسبايا من بلد إلى بلد. ما يحتاج واحد يسأل من الغالب، معروف ظاهريا أن يزيد اللي انتصر في المعركة في كربلاء ظاهريا، فما يحتاج واحد يسأله السؤال. ليش هو سأل السؤال؟ يمكن يريد يعرف فلسفة الموضوع، يمكن الموضوع واضح عنده، يريد يعرف رأي أهل البيت في المسألة. قال: إذا حضر وقت الصلاة فأذن. شوف اللي ينظر إلى الأفق البعيد،
فأذن وأقم، تعرف من الغالب. ليش؟ لأنك إذا أذنت ستقول أشهد أن لا إله إلا الله. شنو معناها؟ معناها أن كل هذا العمل ما قضى على التوحيد، على أصل الرسالة. وستقول أشهد أن محمدا رسول الله. وهذا وش معناه؟ معنى أن الصورة الأساس لهذه الرسالة ستبقى قائمة. وإذا صليت ماذا ستقول في التشهد الأول والثاني؟ لابد أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا لا؟ لازم ستقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا قلت في الصلاة اللهم صل على محمد وسكت، صلاتك باطلة. لابد أن تقول وآل محمد. إذن إذا كان هم محمد ما زال موجودا وآل محمد ما زالوا موجودين، من المنتصر؟ إذا في الصلاة قلنا اللهم صل على يزيد وآل يزيد، إيه انتصر يزيد. أما إذا صار اللي صار وقتل الإمام الحسين ولكن ما زال الناس يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، من المنتصر؟ آنئذ تعلم. نحن الآن ندرك الحقيقة هذه التي قالها الإمام السجاد واضحة أمامنا نحن الآن. لعله لو كنا نحن في ذلك اليوم موجودين يمكن أيضا سألناها السؤال. لكن اليوم احنا نشوف الموضوع، لو قيل نقول وين يزيد الآن؟ وين آل يزيد الآن؟ لكن وين الحسين الآن؟ وين آل الحسين الآن؟ كيف بقي هذا النور يخترق حاجب الزمن؟ مو من السهولة بقاء مثل هذه الأمور عبر الزمن متقدة وكأنها قد حصلت لتوها، قد حصلت الساعة. جاءت قافلة أهل البيت تقطع الأرض، لما لاحت أمامهم مشاهد المدينة المنورة هاجت الأحزان، وإذا بمولاتنا أم كلثوم سلام الله عليها تنشئ هذه الأبيات: مدينة جدنا لا تقبلينا. طبعا طلعوا في فوج مليء بالعظماء بالشرفاء بذرية أهل البيت، فإذا بهم قد عادوا بلا تلك الأنوار: مدينة جدنا لا تقبلينا فبالأحزان والحسرات جينا، خرجنا من كبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين. شوف المشهد هذا، التفت الإمام سلام الله عليه إلى بشر بن حذلم، قال: يا بشر أتجيد الشعر؟ قال: بلى سيدي. قال: تقدم قدام، روح اسبقنا إلى المدينة وانعى أبانا الحسين. جاء بشر على ذلوله على جمله أو على جواده يقطع الأرض، صار يطوف في أزقة المدينة وشوارعها ينادي بذاك الصوت ويخبرهم بمقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مذرار، الجسم منه بكربلاء والرأس منه على القنايات يدار. والله يا خويا تلاقي فوق راسك بالارماح بالارماح وشيبك تلعب
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل اللهم عزاءنا، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، أطل أعمارنا في خير وعافية، ادفع عنا كل سوء ومكروه، اجعل علينا واقية باقية، وخذ عنا بأسماع وأبصار وقلوب أعدائنا ما أحييتنا يا كريم. فرج أمورنا يا رب العالمين، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة في يسر منك وعافية يا رب العالمين، واشف مرضانا لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، من عليهم بدوام الصحة والعافية، وارحم اللهم موتانا لا سيما موت المؤسسين والحاضرين، وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.